مرحبين. نحن استعدنا باللاذقية، رح نعلمكم وصفة كتير طيبة ورح نعلمكم اياها، اسمها سناك دوريتوس. نحن تم يعني ضايلين برحلتنا، واكيد يعني بالرحلة لازم يكون معنا سناكس، وطبعا ما في اطيب من شغل البيت، واكيد كلياتكم بتحبوا الشيبس، فاليوم رح نعملكم وصفة سناك اسمها وصفة الدوريتوس. وطبعا ماما قطعت لنا اياها هون على شكل مثلثات. هدول هون في عنا الزيت، هون في عنا بودرة ثوم وكمون، فلفلة حمراء حلوة او بابريكا، هون في عنا ملح، ما رح نكتر من الملح طبعا. طيب يا جماعة لولو ليست من هالشكل الكمون. ويلا خلينا نبلش نعملها. وبعد ما قسمنا الخبز هلأ بدي احط من الزيت. لولو اذا يعني بدك مساعدة انا بالخدمة، يعني ما تنسيني يعني. بسم الله، ان شاء الله ما نطرش الارض وما تصير لينا صور. اوكي هلا ساعدني بحططان هذا. اول شيء يا جماعه اشرح ليش راح اختار الاشياء المفضله عندي. يلا حط كمون، رش يلا رش يلا رش. هلا انا حرش طبعا ما رح نكتر بودرة ثوم وملح لانه اثنيناتهم ملحة، صح لولو؟ وهلا ليتس جو ان فرن. وهيك صار شكله بعد ما حطينا له الزيت والبهارات، وهلا لازم نحطه بالفرن. يلا هلا انوس لو سمحت لازم تساعدني فتح الفرن. بس شوف فوق او تحت. يلا طبعا هو بياخذ تقريبا يعني 5 دقائق بس نحس كل الفرن يعني، وما تكتروا كتير لانه بجوز يحترق. وبهيك بتكون طبختنا العظيمة صارت جاهزة. طبعا رح نروح نتفرج على توم وجيري ونشرب بيبسي وناكل. طبعا حطيناه بالفرن 7 دقائق. 7 دقائق وخلصنا منه كامل. خلينا ندوق. يلا ندوق. مع السلامة. مع السلامة.